كما أحيى فرع المؤتمر بالدائرة 195 مدينة ذمار أمسية رمضانية شارك فيها عضو اللجنة العامة الشيخ علي محمد المقتشي بحضور قيادة المؤتمر والتحالف بالمحافظة. أحيى فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 195 بمدينة ذمار أمسية رمضانية شارك فيها عضو اللجنة العامة الشيخ علي محمد المقدشي وقيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والهيئة التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية والشخصيات الاجتماعية. الأمسية جددت التأكيد على أهمية تعزيز العمل التنظيمي والتوعوي بمضامين الميثاق الوطني، خصوصا أوساط النشء والشباب وتحصينهم من أفكار الغلو والتطرف والطائفية والمناطقية. قيادة المؤتمر بالمحافظة نقلت تحيات القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ومباركته للأنشطة التنظيمية التي تقام في مختلف التكوينات التنظيمية في إطار المحافظة. أحييكم وأنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ومباركته لهذه اللقاءات الكبيرة التي تشهدها محافظة ذمار على مستوى عاصمة المحافظة والمديريات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حيوية المؤتمر قد تجددت وأننا ننطلق في كل هذه الفعاليات من توجيهات الزعيم القائد المشير علي عبد الله صالح. قيادة المؤتمر بالدائرة أكدت أن المؤتمر الشعبي العام يحمل قيم الوسطية والاعتدال، ما جعله في طليعة القوى السياسية التي تحمل هم الوطن وتنميته واستقراره. إن حزبنا المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد صمام الأمان وصانع المنجزات ومحق الآمال الأمة في الحرية والديمقراطية والوحدة. هذا الحزب الذي نعتز به ونفتخر بالانتماء إليه بقيمه ومبادئه وأهدافه العظيمة وبدليله الفكري والنظري الميثاق الوطني المستمد من عقيدتنا السمحة ومن تاريخنا العريق. قيادة الهيئة التنفيذية بالمديرية أكدت على أن ما يحمله المؤتمر الشعبي العام من قيم الوسطية والاعتدال حافظت على بقاء المؤتمر واستمراره رغم كل التحديات والمؤامرات التي تحاكى ضده. أثبت المؤتمر الشعبي العام أنه حزب الوسطية والاعتدال والمحبة والأخاء وحزب الأمن والسلام والبناء وتقدم وحزب السمو والتحدي. فحقيقة الواقع أثبت فيها المؤتمر تماسكه وصموده بقيادة الحكيم اليماني المناظر الجسور الزعيم علي عبد الله صالح. الأمسية الرمضانية أكدت على أهمية تعزيز الصمود في مواجهة العدوان والعمل بروح الفريق الواحد لتفعيل دور مؤسسات الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المجتمع والتغلب على الآثار التي خلفها العدوان. في محافظة حجة أحياء